تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وياسر الكمباني في شوط اول. كان اللعب مفتوح، بدا اللعب مفتوح من البدايه، وكان ريتم مباراه سريع، يمكن شفنا خلق فرص من الفرقتين، وبعدين استحوذ نادي الاهلي وتمكن من انه يخلق اكتر من فرصه. ولكن شوط حماسي، شوط شفنا فيه روح من لعيبه النادي الاهلي، شوط يعتبر فوق المتوسط، شوط جيد، ولكن شوط حماسي ينقصه الاهداف. فاصل وبعدين نرجع بعد فاصل نشوف اراء محللينا الكبار في احداث الشوط الاول. انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، ماتش مفتوح من البدايه، تعددت الفرص من الجانبين، ولكن فرص النادي الاهلي كانت اخطر، ولكن غابت الاهداف. ماتش حماسي جدا بالنسبه للنادي الاهلي يعني، وفي تعامل جدي جدا من قبل محمد عبد المنعم ومتولي وربيع. مفيش فلسفه، مفيش هزار، بيحاولوا يبنوا زي ما احنا قلنا عن طريق الاطراف، اذا كان كريم فؤاد او محمد اشرف. ولكن اذا كان تنقصنا الاهداف ينقصنا زيادة العددية جوه منطقة الجزاء، عشان العرضيات اللي بيجي محمد أشرف عايز يلعبها، أو كريم فؤاد، أو زياد طارق لما بيتطرف ويبقى عايز يخش على طول، في وقفة ونظرة لأي حد بيخترق. تلاقي الكور اللي بتتلعب من نصيب فرقة إسترن كومباني. ليه؟ لأن مفيش غير حسام حسن، وحسام حسن بيحاول يتطرف ناحية الشمال يساعد في وجود الكرة ناحيتها، بيحاول يخش جوه. محمد فخري مش قادر يملى الحته دي غير بالكره الثانيه، يعني لما الكره بتترد الكره الثانيه هو اللي بيحاول يتعامل معاها. جالنا فرصتين ثلاثه كان ممكن عن طريق زياد طارق لو يعني بعد الترقيصه الكويسه وقف وقدر يلعبها على الارض او في اي حته جوه الجون كانت هتبقى جول. اعتقد هي دي الحاجه الوحيده لينا اللي كانت قريبه قوي وواضحه جدا. فلازم يكون في زياده عدديه، لازم يكون في عدد من المهاجمين اكتر من كده مع الحماس والحيويه اللي هي موجوده في الملعب. صحيح. كابتن علي، شفت ازاي الشوط الاول؟ صح، شوط ضعيف، فرص قليله جدا، ملعب مفتوح زي يعني عكس ما قلنا خالص، ممكن استر كام بتقفل الملعب وكده، لكن الشوط الفريقين بيلعبوا لعب مفتوح، فرص زي ما بقول لك قليله جدا، واحده هنا اثنين عند اثنين الاهلي، واحده كانت استر كومباني. لكن مجمل الشوط الاهلي مستحوذ، لكن استحواذ ايمن ما فيهوش الفعاليه، ما فيهوش الشراسه، ما فيهوش ضغط هجومي اكتر، لازم يبقى فيه ضغط هجومي اكتر من كده شويه، لازم محمد محمود يضم من قدام شويه، لازم فخر كمان بعد الكوره لازم يضم يعني يتزق لقدام شويه ويخلي واحد بس في نص الملعب اللي هو نبيل. لكن فنيا متوسط يعني، فنيا الشوط متوسط جدا جدا جدا، لازم النزعه عند لعيبه النادي الاهلي تبقى اكتر من كده، لان هم بيجاروا يعني استر كامبني بيجاريك، تحس يعني مباراه مش فارقه، لا مفيش حاجه اسمها مش فارقه، لازم انا اللي اضغط، ولازم انا لازم اشوف اول هدف وهدف الثاني وكده، لاني استر كامبني بيلعب جيم مفتوح، ما فيهوش اي دفاع خالص يعني. صحيح. طب كابتن اسامه، تقييم الشوط الاول، الشوط الاول فنيا؟ شوط متوسط يعني. استر كامبني بيلعب 5-3-2، ويمكن انا قلت لك في البدايه ان ممكن علاء يطمع في الثلاث نقط، عشان هو على شفا حفره زي ما بيقولوا من النزول للدرجه الدوري، من الدوري الممتاز للاولى ب 4 ماتشات بس المتبقيين، فعايز يخطف اي حاجه. فهو احساسه ان النادي الاهلي بيلعب بالعدد كبير من الشباب وكده، فقلت لك ممكن يعمل شيء من المخاطره. هو بيلعب 5-3-2، حاطط احمد عماد ميهوب وفراس عفيه قدام، والثلاثه في النص اللي هو مودي والترابولسي واحمد حمزه وصابر شيمي واحمد متعب باكيه. بس هو عنده مشاكل كتير في التنظيم الدفاعي حتى يعني. ما انا لسه هقول لك. هو ابتدى كويس، وفي واحده راحت لفراس شاطه حلو طلعها علي لطفي، وواحده ثانيه اللي ضربت في القائم الفاول، لكن هم في فركشه، في فركشه في نص الملعب بالظبط، بيطلعوا ومساحات مفتوحه قدام ميدو نبيل وفخري، لكن للاسف هم ما بيعملوش زياده لقدام مع حسام حسن ومحمد محمود وزياد طارق، فما فيش زياده عاديه جوه ال 18. محمد اشرف عمل اكتر من عرضيه، بس احنا متاخرين في الدخول. يعني يلعبها تنط تلاقي واحد جاي متاخر، مثلا محمد محمود جاي متاخر، حسام حسن جاي متاخر، زياد جاي متاخر، لكن لينا فرصتين ثلاثه خطيرين، واحده لحسام حسن كان ممكن يستلم بدل ما يلعبها بدماغه،
واحده لزياد واحده بس فيهم اللي رقص ويعني عمل الصعب وبعد كده استعجل حطها فوق العارضه وبعد كده عمل واحده حلوه مشيت جنب العارضه. مجمل الشوط الاهلي مسيطر ولكن عايزين زياده عدديه وشراسه على المرمى اكتر من كده. يعني فيها كرات عرضيه شويه من محمد اشرف لكن مفيش تركيز على المرمى يعني ان احنا نجيب جول. صحيح. فانا شايف ان احمد عبد القادر لو نزل ممكن يعمل فرق، ممكن كمان واحد زي صلاح محسن ينزلوا يعملوا فرق شويه في التلت الهجومي يعني. صحيح. كابتن عادل شفت الشوط الاول ازاي وحلول الشوط الثاني بالنسبه لمستر سواريش؟ يعني الشوط الاولاني الشوط حماسي قلنا وهيبقى من الفرقتين لانه الطمع في انه يكسب المباراه عبد العال كان عاوز يكسب المباراه ولكن هو الامر بيجي في نص الملعب. انا شايف انه نص الملعب في الفرقتين عندهم عدم الاستحواذ او بناء الهجمه كويسه قوي وبعدين بيلعبوها ضاغطين قوي على فيهم على مهاجمينهم وعلى مدافعينهم يعني. ولكن في الاخر التغييرات اللي هي المهمه لازم كويس النادي الاهلي لازم يغير ايه اوراق النادي الاهلي ممكن يستعيد بيها الشوط الثاني لانه احنا بنلعب من فوق بنلعب من جوه فعاوزين نلعب على الاطراف فعبد القادر يبقى ناحيه الشمال وزياد طارق يبقى ناحيه اليمين حسام حسن يفضل زي ما هو وبعدين تلعب شويه بعد شويه محمد محمود لازم ينزل جنب ميدو نبيل ويطلع محمد فخري ممكن وتلعب الاثنين دول لمده قليله وبعدين تطلع تغير تاني لازم تلعب بكمان محمد خليفه ده اللي هو يعني اكتر اللي هو نصير اللي هو محمد نصير لما يلعب ديفندر افتكر انه هيريح لك ميدو نبيل وهيريح ويخلي المهاجمين اشرف وكريم فؤاد زائد عبد القادر زائد زياد طارق زائد حسام حسن يبقى عندهم حريه اكتر والضغط اكتر. خلي بالك اضغط الشوط الثاني بس بهدوء علشان الفرقه الثانيه هتعمل الطويل على عبد العال بيعمل الطويل على طول ثاني شوط. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.